السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. هزوا الفلون ايستما، ان شاء الله فيديو يوسع لكم ديال بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بهذه الوصفه الرائعه، صابلي العملاق ولا خبزة صابلي. تجيكم يعني بنينه بنينه وهيله وبطريقه سهله ومبسطه، ورايحه ديروها على ضربه، ما تتعبوا روحكم ما والو، بذوق رائع. يعني راني درت لها شويه تاع المزهر داخل العجينه، تجيكم ما شاء الله بزاف بنينه بذوق مختلف على وصفات واحد اخرين تاع الصابلي. ابقوا معنا حبيباتي، تشوفوا كامل المقادير وطريقه التحضير لهذه الوصفه. وصفتنا لنهار اليوم راح نسحقوا بهاد المقادير البسيطة. أخلص هنا عندي زوج حبات بيض كما راكم تشوفوا، البيض تاعنا يكون هكذا متوسط ماشي كبير. خلاص اللي عندها كبير تقدر ديري وحدة برك يكفي. هنا درت زوج حبات بيض كما راكم تشوفوا، عندي هنا رشة تاع الملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ودرت مغرفة كبيرة تاع المزهر. انا المزهر ديالي قوي شوية يعني مركز، وانتم تقدروا ديروا زوج مغارف. درت هنا زوج مغارف كبار تاع المارغرين هكذا معمرين، وعندي هنا ربع مغارف تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ربع مغارف الزيت كبار. من بعد البنات رايحه نزيدوا البنات ربع مغارف كبار تاع سكر غلاس، يعني السكر الناعم هكذا يكونوا معمرين بومبي. من بعد البنات نخلطوا هاد المكونات كاملين مليح هكذا غير باليد. هنا زدت مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه، من بعد نبداو نخلطوا فيها هاد المكونات كامل مع بعض حتى يتخلطوا مليح. من بعد راح نزيدوا الفارينة بالتدريج، يعني هالفارينة لازم نديرو بشوية بشوية حتى تتلم العجينة تاعنا، والعجينة القوام تاعها لازم يكون طري ماشي يابس. البنات نطريو العجينة تاعنا دايما الصابلي ما نيبسوش العجينة تاعنا هكذا حتى تتلم البنات كما راكم تشوفوا. من بعد نخلوها ترتاح حوالي نص ساعه، يعني كي نخلوها ترتاح البنات راح تعطي لكم الطوع باش تتحل معاكم. والذوق هذا تاع المزهر البنات تجيكم يعني ما شاء الله بزاف بنينه هاد العجينه. فوالا من بعد ناخذ بابي كويسون، لازم بابي كويسون البنات باش نحلو العجينه تاعها تاعنا عفوا. من بعد نديرو كاشنيله هكذا من الفوق ولا بابي كويسون واحد اخر هكذا من الفوق، ونبداو نحل العجينه تاعنا. تكون السمك تاعها واحد ان سنتيمتر هكذاك، واحد سنتيمتر يعني في السمك تاعها. فوالا هكذا نحلوها. من بعد ناخذ كاش هكذا غطاء ولا حاجه هكذا مدوره كبيره كما قلت لكم، هذا الصابلي العملاق يعني ديروها على ضربه، يعني ما تسحقش ديروا هذوك صغار، ديروها كي لي شغل طورطه هكذا ولا كيكه تاع الصابلي تجيكم بزاف شابه وهايله. هنا خديت الغطاء تاع الطاجين وطبعت بها. من بعد نحي هذوك الحواف كامل ونزيد هذوك الحواف نخليهم يرتاحوا شويه، من بعد نحل الثانيه كما راكم تشوفوا. علاش قلت لكم لازم بابي كويسون؟ باش نرفدوها بها وبابي كويسون تاعها ديريكتومون يعني للسنيوه. من بعد ما حليت الدوزيام البنات نحلوها بهذه الطريقه، والعجينه اللي تبقى لكم تقدروا ديروها هكذا صغيرين. فوالا انا حليت الدوزيام البنات، من بعد رايحه نتقبها هكذا الداخل، يعني ناخذ كاش كاس ولا كاش فنجال ولا كاش بول يعني بالحاجه اللي عندكم في البيت. نحيت العجينه اللي تكون هكذا في الوسط ونرفدوها كيما الاولى فوق سنيوه، ونحطوها للفرن البنات يطيبوا حوالي 15 هكذا دقيقه، يعني ما نحمروهاش بزاف من الفوق، من الاحسن نحمروها غير مليح من التحت وبركات. هنا من بعد ما طابوا لي البنات هذاك الفوقاني درت له هكذا شويه سكر غلاس من الفوق، يعني نعمروه ومن الاحسن يكون سخون هكذا باش يحكم هذاك السكر غلاس. نتوما تحبوا تغلاسيوها يعني هذا الجزء الثاني هذاك من الفوق يجيكم في الكيكه ولا في التورته، تقدروا ديروا شوكولا يعني تغلاسيوها بالشوكولا ولا بالطليه
ولا يعني بزاف حوايج تقدروا تقلاصيوها من الفوق. انا درت لكم بطريقه سهله كامل هكذا باش كامل تجربوها قبل. من بعد واللي ولا حبيتوها هذه الوصفه تقدروا تبدعوا فيها، ديروا شوكولا ولا اللي حبيتوا انتوما. والجزء يعني اللي تحت درت له هنا كما راكم تشوفوا المعجون، يعني غلفته كامل بالمعجون. من بعد رايحه نحط هذيك الصابلي ديالي اللي يجي من الفوق هكذا فوقه، ونعمر هذاك الثقب كامل بالمعجون. شوفوا البنات يعني حبه صابلي كبيره ما شاء الله، طورتها تاكلوا وتوكلوا، يعني تحطوها هكذا فوق الطبله تاع القهوه تجيكم شابه وراقيه وبزاف بزاف بنينه بذوق المزهر. فوالا البنات هذه هي التورته تاعنا، ولا هذا هو الصابلي العملاق، ان شاء الله يعجبكم حبيباتي. ان شاء الله رايحه نقسم لكم هنا مغصو هكذا تشوفوا القوام تاعو، يعني من الاحسن خليوه يبات الغدوه من داك باش نقطعوه باش ما رايحاش يتكسر معاكم، لانه كي يكون هكذاك جديد يجيكم هكذا مقرمش، بصح كي يقعد الغدوه من داك راح يطرى لكم ويجيكم ما شاء الله. هنا قسمت لكم هكذا مغصو تشوفوه فوالا بزاف بنين وهائل، ان شاء الله يعجبكم حبيبتي الغاليات. ما بقى لي غير نقول لكم حبيبتي ولا عجبكم بيان سور لا فيديو ولا الوصفه اللي نهار اليوم بارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء، وما تنسوليش البنات في اللايك للفيديو هكذا باش يطلع معنا ان شاء الله، وتعليقاتكم بيان سور اللي تحفزني وتشجعني. والى الملتقى مع فيديوهات اخرين ان شاء الله. سلام.